السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وأيضا الله جل جلاله يقول في القرآن العظيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المعنى مثقال ذرة في الدنيا خيرا يره في الآخرة. الدنيا مزرعة للآخرة، الذي يزرع في الدنيا يحصد ما زرع في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشرا. والله أمرنا أن نعمل ونجتهد في الدنيا، والذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. أي طلب الله منا أن تأمرها بعمل نافع وصالح. وأجمل ما في الدنيا عمل صالح وعلم ينتفع به وصدقة جارية، لأن ذلك كل يعود نفعه صاحبه إلى صاحبه في الآخرة. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحة: إذا مت الإنسان انقطع عنه أمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. Jadi teman-teman, kesimpulannya begini teman-teman. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan